الاخوان كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم قبلوا لينا على التصوير، ما قدرتش نتسنى على المصور اللي بعقلو اللي محترف ديباني نايب واحد واحد الطفل ديال 9 سنوات سمحوا لي، ولكن بالفعل هذا الفيديو ما قدرتش معاه، دخلت بقى بحوايجي معاه، دخلت معاه قلت ضروري ندير لكم فيديو من بعد الحسره اللي جاتكم على شاومي 13 تي برو. كانت قطعة وحيدة، واحد سعيد الحظ هو اللي خداها من مدينة خريب كاع نعم، تحية لي من هنا، هو اللي كانت من النصيب ديالو. اليوم انا اللهم بارك تاني لا تتردلو ديبيشيفو جبت لكم واحد 6 القطع بثمن هاوته هاوته هاوته، وهذه تاني جديد مطرق، جديد المطرق، وكاينين جوج الالوان. اذا شاومي 13 تي نسخه 8256 وكيدعم لايكا. انا ما تقولوا ما احنا جينا، لا تقولوا ما جينا. اذا شاومي 13 تي غني عن التعريف. انا دائما كنقول هاد الهواتف ماشي انا اللي غندير لهم مراجعه، داك العشاق ديال هاد النوع الهواتف داكشي اللي عارف عليه ما عارفاش عليه انا، ولكن ما فيها باس ندير واحد المراجعه خفيفه ظريفه. اذا الهاتف من الهواتف الفلاكشيب القويه المي 13 تي اموليد 144 هرتز دولبي فيجن اتش دي ار 10 بلس، معالج قوي دايمن سيتي 8200 الترا، بطارية ضخمة 5000 ملي أمبير، شحن سريع 67 واط، كاميرا توب 50 ميجا بيكسل فيها المثبت البصري كدعم 4K سيلفي 20 ميجا بيكسل. إذا كيف قلت لكم ماشي أنا جيت ندير لكم مراجعة هاد اليوم، ولكن جيت نقول الثمن، الثمن ديال نسخة 8256 فقط فقط 4200 درهم. لا تترددوا دوز ثاني واحد هنا نقول لكم ما بقاوش. وايضا كاين البوكو اكسس برو نسخه 12 512 4000 درهم، وايضا كاينه واحد القطعه طين ديال الريدمي نوت 12 برو 5G، هادو الى عقلتي 628 كنا دوزناه ب 2500 درهم فقط، 2300 درهم جديد مطرق ضمان في اللون الاسود. اذا ما تنسوناش دائما باللايك كومنت اند شير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.